بسم الله الرحمن الرحيم. تستأنف الجلسة. كلمة الآن لسمو رئيس مجلس الوزراء. وقت المحدد ساعة ونص. تفضل. شكراً أخ الرئيس. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأخ الرئيس، الأخت والأخوة الأعضاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه على نعمة الكويت الوطن والملجأ، جزيل العطاء، دونها لا مال ينفع ولا بدائل تغني، دار الأمن والأمان، واحة الحرية والديمقراطية والتمسك بالدستور الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسين، مستذكرين بكل اعتزاز أقوالاً حكيمة من مأثورات سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، بأن الكويت هي الوجود الثابت ونحن الوجود العابر. لكن هذه النعمة تتطلب الحفاظ على أمنها واستقرارها، وهي مسؤوليتنا جميعاً لوضع مصلحتها فوق أي مصلحة أو اعتبار، لتبقى كويتنا الغالية كما نعرفها، واحة للعز والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم، مؤكدين بأن ما يجمعنا نحن الكويتيين اليوم أكثر مما يفرقنا، وما اجتمعنا عليه أكثر مما نختلف حوله. فالاختلاف سنة الحياة، والتعدد في الرأي والمسائل والحكم عليها يعد من الأمور الفطرية التي فطر الله الناس عليها، إلا إنما يثير الاستغراب من يراهن على تباين وجهات النظر لمقاصد لا يعلمها إلا الله وحده. فنحن جميعاً نلتف حول القيادة السياسية، وينتهي الأمر بنا جميعاً بالسمع والطاعة قولاً وعملاً لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهما. بداية أود التأكيد على احترام أداة الدستور باعتبارها حق دستوري لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، طالما كان كله ضمن إطار الدستور والقوانين وقرارات وتفسيرات المحكمة الدستورية، حرصاً منا على التمسك بالقيم الديمقراطية وترسيخاً للنهج الإصلاحي في التعامل مع الأداة الرقابية، وتلبية للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، في التزامنا بالديمقراطية منهجاً واحترامنا للدستور مبدأً، ودولة القانون والمؤسسات نظاماً، وعناية الجميع إلى ضرورة التمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة، وفي مقدمتها وحدتنا الوطنية وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا كأسرة واحدة، ومضامين خطاب وثيقة العهد الجديد لسمو ولي العهد حفظه الله ورعاه إلى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة القادمة، وأن يتم التعاون بينهما في ظل أجواء من التفاوق والتفاهم
إخواناً متحابين يحس الكل الظن بالآخر. الأخ الرئيس، في إطار الالتزام بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وتوجيهات سمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهما، إلى ضرورة فتح صفحة جديدة من الممارسات الحكومية والنيابية المسؤولة أساسها التعاون والتفاهم، وتمكين أعضاء السلطة التشريعية على تعزيز الدور الرقابي وتفعيل دوره التشريعي. حرصت اليوم على صعود المنصة برًا بالقسم الذي أديناه أمام مجلسكم الموقر، وعهدًا مسؤولًا وامتثالًا ملزم لا مجال للحياد عنه أو التهاون فيه، لأضع الحقائق أمامكم في جلسة علنية دون طلب إحالته للتشريعية أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو حتى طلب التأجيل. رغم ما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية بتجاوز النائب الفاضل للشروط والضوابط الدستورية المقررة في انتهاك يتطلب رفض الاستجواب التزاماً بأحكام المسؤولية السياسية التي رسمها الدستور على النحو الذي سأوضحه في هذه المرافعة، بهدف وضع الأمور ضمن سياقها الدستوري لتقولوا كلمة الحق برًا كلمة الحق فيه برًا بقسمكم ووفاءً بالتزامكم. يعني يا أخوان، يعني أنا شفتوني اليوم من أول ما النائب الفاضل قدم استجوابه قررنا على طول الموافقة بالصعود إلى المنصة. يعني هذه أول خطوة عملتها، لا طلبت أحولها للمحكمة الدستورية ولا طلب تحولها للتشريعية. يمكن يقول يعني لو أني أحولها أنا يعني بتهرب من الاستجواب، أبدا. أيضا لم يتم تأجيلها ولا طلبت حتى سرية الجلسة. كل هالأمور هذه حاولت أني أقف وأستمع للمستجوب وأفند كلامي بعد شوي إن شاء الله. يعني أنا هذا أعتبرها يعني أول خطوة بالإصلاح السياسي. يعني إذا هذه الخطوة ما تعتبر كخطوة للأمام، خطوة سياسية، إذن وجهة نظره من حقه أن يتكلم ويقول وجهة نظره، ونحترم وجهة نظره، ولكن هم نحن لدينا وجهة نظر ولا بد من احترام وجهات النظر. الأخ الرئيس، تضمن الدستور الأسس والمبادئ التي تنظم عمل السلطات الثلاث، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها باعتبار سنام الأمر لأي عمل مؤسسي ناجح. ولا شك أن احترام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادر بقانون هو في مقدمة الالتزامات لأداء الأمانة التي أقسم الجميع على أدائها، والتي توجب على مجلس الأمة والحكومة الالتزام بأحكامها والعمل على تطبيقها تطبيقاً سليم يحفظ الحقوق ويضبط النظام. ولقد أحاط الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة أحكام المسؤولية الوزارية بكثير من الضوابط والشروط، ومن أهم تلك الضوابط وجوب مراعاة طبيعة منصب رئيس مجلس الوزراء باعتباره من العناصر الرئيسية لكفالة الاستقرار في الحكم. فنصت المادة 102 على أن لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، وحصرت المادة 127 صلاحياته في رئاسة جلسات مجلس الوزراء
والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، وأنه ولأن كان لعضو مجلس الأمة الحق في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه، فقد أشارت القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية إلى الشروط والضوابط اللازمة لصحة ذلك. ومن أهمها إن كل استجواب يراد توجيهه لرئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق، وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة، دون أن يتعدى ذلك إلى استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تخص بها وزارات بعينها، أو أي عمل لوزير في وزارته، وإلا أصبحت جميع الأعمال التي تختص بها الوزارات المختلفة محل استجواب رئيس مجلس الوزراء عنها، وهو ما يتعارض مع صريح حكم الدستور، ويفضي إلى سيل جارف من استجوابات لرئيس مجلس الوزراء، وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر بتعطيل الأعمال من غير حد ولا ضابط. وحددت المقصود بالسياسة العامة للحكومة بأنها تعني الأطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجاً لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها، وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة، ويحتويها برنامجها الذي تقدمه إلى مجلس الأمة بعد تشكيل كل وزارة جديدة حتى يتيسر للمجلس الإلمام بهذا البرنامج وإبداء ما يراه من ملاحظات عليه. وإن لعضو مجلس الأمة أن يختار الوقت المناسب لتوجيه هذا الاستجواب، وإن ذلك منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجواب رئيس مجلس الوزراء فيها قائمة ومستمرة، باعتبار أنها هي التي تهم المجلس للحكم لها لا عليها. الأخ العضو المحترم كان المفروض يعني اختياره للاستجواب أن يكون في وقت ملائم. إحنا اليوم يا أخوان عندنا قرارات ومشاريع تهم مصلحة البلد وأيضاً تهم أهل الكويت. هذا كان المفروض اليوم أن نقرها، مثل ما قالوا بعض الأخوان اللي الآن طلبوا طلب للأخ رئيس مجلس الأمة بأن نستمر حتى ننتهي من القوانين اللي موجودة بعد الاستجواب، فهذا دليل واضح على أن هناك قوانين تهم البلد وتهم المواطن. يا أخوان يعني بس أبيكم تكونون يعني عمر الحكومة والمجلس تدرون كم؟ ترى عمر الحكومة ما كملت 6 أشهر مع المجلس، 6 شهور ما كملنا، يعني بندخل الشهر القادم إن نكمل 6 شهور. 6 شهور وإخواني أعضاء المجلس موجودين، شنو اللي عملناه خلال 6 شهور؟ شنو اللي سويناه؟ إن كان وبشهادة العم أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة قالها في دواوين خارجية وقالها في المجلس وأعلن فيها في كل مكان يروح له الله يسلمه، إن ما شاف هذا التعاون ما بين المجلس والحكومة، وصفها بتاريخية، يعني بعد كلمة العم أحمد
الله يحفظه. شنو تقول؟ وأشاد، والعم أحمد معروف عنه صريح ما يجامل. إذن إن كان هذا الكلام يطلع من رجل مخضرم عاش أكثر واحد في قاعة عبد الله السالم يقول هذا الكلام، ومن أول مرة يقول هذا الكلام، أول مرة المجلس الحالي مع الحكومة الحالية. والأخ الفاضل المستجوب يقول إن إحنا مقصرين في أمور كثيرة، وإن إحنا ما قمنا بواجبنا. وأنا إن شاء الله جايكم بنقاط كثيرة إن شاء الله راح أوضحها لكم. الأخ الرئيس، كما نص قرار المحكمة الدستورية في طلب تفسير رقم 10 سنة 2011 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2011 على أنه يجب أن يكون موضوع الاستجواب واضحاً ومحدداً بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الأداء بحجته. وقرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 8 لسنة 2004 الصادر بجلسة 9 يونيو 2006 يجب أن يكون موضوع الاستجواب مبني على وقائع محددة تحصر بأسانيد صريحة تخلو من الغموض والإبهام بعيداً عن الأسلوب الإنشائي، ولا يجوز إقحام موضوعات جديدة أخرى على طلب الاستجواب أثناء مناقشته. ورقم ما تقدم من أحكام ومبادئ الدستور وما أكدت عليه المحكمة الدستورية، وهي محل علم للأخ الفاضل المستجوب، إلا أن استجوابه جاء بالمخالفة التامة لأحكام الدستور ولقرارات المحكمة الدستورية في خصوص التعامل مع برنامج عمل الحكومة. وفقاً لما تنص عليه المادة 98 على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج. وقد علقت المذكرة التفسيرية للدستور على المادة 98 بقولها: أوجبت على كل وزارة جديدة فور تشكيلها أن تتقدم ببرنامجها إلى مجلس الأمة، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بإبداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعاً يناقش البرنامج جملاً وتفصيلاً ثم يبلغ ملاحظاته مكتوبة ويبلغها رسمياً للحكومة، وهي كمسؤولة في النهاية أمام المجلس، ولا بد تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور. برنامج عمل الحكومة تم تقديمه وتم مناقشته، وذكر معالي وزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وقام وقال وذكرها: يا أخوان، إن الحكومة مادة إيدها، إذا عندكم أي ملاحظات على البرنامج كتبوها لنا مكتوبة توصل لنا، وإحنا إن شاء الله راح نتفق فيها ونعالجها ونطلع يعني متفقين ما بين المجلس والحكومة. هذا تعاون يعني ماني عارف أنا شلون إن إحنا نتهم كحكومة ونستجوب بالمجلس اللي أغلب أعضائه إذا مو كلهم
يشيدون بإنجازات الحكومة معاها وتعاملنا وياهم وإنجازاتنا اللي كل يوم قاعدين نجتمع وعملنا لجان تنسيقية ما بيننا وبين المجلس، يعني عملنا أمور كثيرة، وإن هذا الشيء لا يقبل فيه النائب المستجبب الفاضل بأن إحنا لا نستحق أن نكون مسؤولين بالحكومة، الكل، الرئيس والوزراء، لأن الأخ النائب الفاضل من أول ما أقسمنا، أول يوم أقسمنا فيه قالها بصريح العبارة أن لن يتعاون مع هذا مع هذه الحكومة. فالنية موجودة، ويمكن النية لي أنا شخصيا. في اللي بيني وبينه والله ما حرم الله، لكن أنا أترك الأمر لإخواني مجلس الأمة ولأهل الكويت اللي جايين الآن وموجودين، خليه يحكموا. وتنفيذاً لذلك، فقد أحالت الحكومة إلى مجلسكم الموقر ببرنامج عملها بتاريخ 16 يوليو 2023، والذي يتضمن سياستها العامة في تسيير الأمور خلال الفترة القادمة والتي تبلغ 4 سنوات. الأخ الرئيس، إن الاستجواب الماثل خالف ذلك النهج الدستوري المقرر للتعامل مع برنامج عمل الحكومة بغرض إثارة المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء عن ملاحظات الأخ النائب الفاضل مهلهل على البرنامج، والتي لم تقدم كتابة إلى الحكومة حتى يتبين له الموقف الحكومي منها، وسواء تعلق ذلك بعدم إدراج محور في البرنامج أو أي ادعاء آخر، وبما يكون معه تقديم هذا الاستجواب في هذا التوقيت وقبل ردود ملاحظات مجلس الأمة على برنامج عمل الحكومة كتابة، قد جاء بالمخالفة لأحكام المادة 98 من الدستور وللضوابط الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية. وفي خصوص حسن اختيار التوقيت وحسن توجيهه، وفي وجوب أن تكون السياسة الحكومية قائمة ومستمرة كما يعد هذا الاستجواب التفافا على المادة 98 من الدستور، بحسبان أنه طريق بديل لرفض البرنامج وطرح الثقة بالحكومة على خلاف أحكام الدستور، إذ أنه كان يتعين على مقدم الاستجواب إيداع ملاحظاته على برنامج عمل الحكومة لدى المجلس لإرسالها إلى الحكومة، وليس من خلال تقديم هذه الملاحظات كاستجواب بالمخالفة لضوابط تقديم الاستجواب. وودي الآن أحط لكم بس عرض مرئي لمعالي وزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لما قام وقال ملاحظته. الأخ الرئيس، وكان الثابت أن الاستجواب من صحيفته يقلب عليه الأسلوب الإنشائي خاصة في المحورين الأول والثاني، ولم يتضمن الكثير من الوقائع المثبتة والصريحة لما أراد المستجوب إثباته، بل كان مليئاً بالعموميات لم تتعلق بقضايا وموضوعات يتضمنها برنامج عمل الحكومة، وإنما بادعاء خلو البرنامج من موضوعات ومحاور، وبما يكون في حقيقته ملاحظات على هذا البرنامج لم تقدم كتابة للحكومة، كما أن من موضوعات الاستجواب ما يتعلق بأعمال تنفيذية لوزارات وهيئات ومؤسسات وإدارات مستقلة وجميعها مسؤولية وزراء مختصين،
ولا تعد من السياسة العامة للحكومة كما حفل الاستجواب بالعديد من التساؤلات والتي تعد ملاحظات كما يجب توجيهها عند مناقشات برنامج عمل الحكومة، وليس محلها الاستجواب، كما إن منها ما كان يجب أن يقدم كطلب لطرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وفقاً للمادة 112 من الدستور، وليس طرحه من خلال استجواب، الأمر الذي يكون معه محاور الاستجواب خرج عن النطاق الذي يجوز مساءلة رئيس مجلس الوزراء عنه وفقاً لأحكام الدستور وللضوابط الدستورية للاستجواب، وبالتالي لا يجوز تحريك المسؤولية السياسية ضده أمام مجلس الأمة عنها، ويكون تحريكها إن دل فإنما يدل على حقيقة الهدف من تقديم الاستجواب، وأنه ليس للمساءلة السياسية بقدر تسجيل موقف سياسي. الأخ الرئيس، إنما يتضمن الاستجواب من ادعاء أن السياسة العامة في تشكيل الحكومة تقوم على أساس المحاصصة الفئوية وبلا اعتبار للكفاءة ولا للتأهيل، كما لم يراعي سمو رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومته إلى أبسط الاعتبارات السياسية والأخلاقية، ولم يستطع إقناع النواب إلى خطه السياسي من مشاركته في التشكيل الحكومي، كما أدت سياسته إلى استقالة وزيرين في بداية عمر هذه الحكومة. فإن جاء ذلك بالمخالفة للمادة 56 من الدستور التي قررت أن حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه هو وحده من يعين رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما أن سموه حفظه الله ورعاه هو من يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، وإن دور رئيس مجلس الوزراء هو مجرد الترشيح للوزراء، وبما يكون معه تشكيل الحكومة خارج عن رغبة مجلس الأمة، ولا يجوز أن تكون محلاً لاستجواب لأنها ليست من أعمال الحكومة كسلطة تنفيذية، ولا يجوز إدارته بحال من الأحوال، فرئيس مجلس الوزراء لا يسأل إلا عن السياسة العامة للحكومة. الآن يا أخوان أبتدي في المحور الأول. الأخ الرئيس، الأخت والأخوة الأعضاء المحترمين، لقد بنى الأخ الفاضل مهلهل فرضياته وادعاءاته ضمن المحور الأول بزعمه أني لم أنفذ التوجيهات السامية في خطاب العهد الجديد، وهو ادعاء بعيد عن الصواب وحاد عن الحق، فالجميع شاهد على مواقفي السياسية في التضامن مع المخرجات الشعبية وانحيازي للأمة مصدر السلطات وانتصار للإرادة الشعبية، وحرصاً على تصحيح المسار لحين صدور مرسوم الحل من القيادة السياسية لمجلس 2022 المعاد بحكم المحكمة الدستورية احتكاماً للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، كما استكملت الحكومة جهودها الرامية إلى حماية العملية الانتخابية من أي عبث أو تجاوز على القانون، حتى قال المواطنين كلمتهم في الصناديق الانتخابية وجاء مجلسكم الموقر ممثلاً ومعبراً عن إرادة الأمة. إحنا على كلام الأخ الفاضل مهلهل يقول إن إحنا ما نفذنا التوجيهات السامية ولا أصلاً عندنا مشينا على العهد الجديد. يعني أنا ما أدري، يمكن هو وجهة نظره، وأنا مثل ما قلت لكم من الأول نحترم وجهات النظر، هو وجهة نظره يقول إن إحنا كحكومة ما مشينا بالتوجيهات السامية في خطاب العهد الجديد. إحنا نقول لا، هذه وجهة نظرنا، وراح أعطيكم الآن شو اللي عملناه، وإن كان اللي عملناه ما يدخل ضمن العهد الجديد
أنا بعد ما أقدر، أنا أقول اللي علي واللي سويته وأترك الحكم لكم كأعضاء مجلس أمة، وأهل الكويت موجودين ويغيمون الوضع. من أول ما استلمت رئاسة مجلس الوزراء كان هناك شكاوى من المواطنين بأن هناك أسماء تنتقل من دائرة إلى أخرى، والناس تشتكي وصاحت. فكل اللي عملناه عدلنا هذا المسار، صلحنا هذا المسار، خلينا التصويت بالبطاقة المدنية. إن كانت هذه ما هو عهد جديد، مثل ما قلت الحكم لكم. صار التصويت حسب السكن ما هو مسجل بالبطاقة المدنية، ومشت صدرنا فيها ومشت الأمور. اثنين، محاربة شراء الأصوات، وهذه قمنا فيها والحمد لله. أنا ما أقول لك قضينا، لكن أنهينا جزء كبير منها. تجريم الفرعيات وحدينا منها بشكل كبير. ما قمنا نشارك في رئاسة انتخاب رئاسة مجلس الأمة، ولا مكتب المجلس، ولا حتى لجانة. ابتعدنا عن هالأمور، قلنا مجلس الأمة سيد قراراته، وهو اللي ينتخب من يرى مناسب، سواء الرئيس، مكتب المجلس، أو حتى اللجان. وآخر نقطة، كان باستطاعتي أن أنهي موضوع الميزانية العامة للدولة وأصدر فيها مرسوم ضرورة. وقتها ما كان المجلس موجود، وقلت لا، أنا أبي مجلس الأمة يشاركني في ميزانية الدولة، ورفضت حتى جاء مجلسكم الموقر وتم مناقشة الميزانية العامة للدولة. كل هالإجراءات هذه نتهم فيها بأن ما نفذنا خطاب العهد الجديد. إن كان هذا الإجراء كله ما يدخل ضمن العهد الجديد، ما شو أقول يعني، هو وجهة نظرة. لا، إحنا حكومة وجهة نظرنا يبقى الحكم عاد عند إخواني أعضاء المجلس وأهل الكويت. إننا نعلم جميعاً ما أشار إليه خطاب العهد الجديد وما تبعه من خطابات سامية موجهة كلها إلى تحقيق مقاصد إصلاح المشهد السياسي من خلال تبني مجموعة الإرشادات والتوجيهات والتوصيات المتعلقة بعدم التدخل في الانتخابات بأي شكل من الأشكال، وتطهير العملية الانتخابية من الانحرافات والمخالفات والشوائب ونقل الأصوات، وعدم التدخل في اختيار رئاسة مجلس الأمة ومكتب المجلس ولجانه. إلا أن الأخ العضو المحترم قال في صحيفة الاستجواب بتراجع رئيس مجلس الوزراء عن تنفيذ تفنيد مضامين خطاب العهد الجديد، وعدم مبادرة الحكومة باقتراح القوانين ذات الصلة بمضامين الخطاب السامي،
وهذا الاتهام عار عن الصحة، ويعتبر خروج من جانب الأخ الفاضل المحترم عن الامتثال للتوجيهات السامية بأهمية إعطاء الحكومة التي لم تتجاوز عمرها 5 أشهر مهلة كافية لتحقيق الإنجاز، والقيام بالتلويح بعدم التعاون دون أن يستند إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد إصداؤها في الرأي العام أو تحت نظر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار من موضوعات تمس الصالح العام وتهدد استقرار البلاد. وقد عملت الحكومة سواء السابقة أو الحالية على ترجمة مضامين الخطابات السامية ووضعها موضع التنفيذ، وذلك بإصدار مرسومين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وبما يشمل اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، وقانون بإعداد تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ثم توج تنفيذ إصلاح المشهد السياسي في ظل التعاون الإيجابي مع مجلسكم الموقر بصدور القانون رقم 120 سنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المفوضية العامة للانتخابات. والقانون رقم 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1963 بإنشاء المحكمة الدستورية. ورغم هذه الإصلاحات السياسية وما يتبعها من إجراءات تحقق مضامين خطاب العهد الجديد، تتهم الحكومة في التخبط وعدم تهيئة الجو السياسي لخلو برنامج عمل الحكومة الحالي من مبادرات في الشأن السياسي وفق ما جاء في المحور الثاني في نهاية الصحيفة، والتي أشارت إلى كما لم تتضمن الحكومة في برنامجها مشاريع الإصلاح السياسي مثل القوائم الانتخابية والتمثيل النسبي وعدالة توزيع الدوائر والجماعات السياسية. رغم ما قدمت به الحكومة من الإجراءات والإصلاحات سالفة الذكر وما تم التوافق عليه ضمن الخارطة التشريعية، نحن يا أخوان إيدنا لليوم لهذه اللحظة ممدودة مع المجلس، ولا راح نخفي شيء، وكل مقترحات المجلس قابلة للنقاش وإبداء الرأي، ما عندنا مشكلة، فما نروح إلا على حسب الدستور ونقعد ونتناقش وفق القنوات الرسمية، وإذا تمت الموافقة ما بين المجلس وما بين الحكومة يرفع الأمر للقيادة السياسية. إحنا ما عندنا أي مشكلة بأي قرار أو مشاريع أو قوانين تأتينا من إخواننا مجلس الأمة، لأن إحنا كلنا شركاء ونتحمل المسؤولية كلنا. الأخ الرئيس، ولم ينتهي دور الحكومة في الإصلاحات السياسية عند هذا الحد، بل التزمت الحكومة الحيادية والشفافية في انتخابات رئاسة ولجان مكتب مجلس الأمة، وحرصت على الممارسة الديمقراطية بحضور كافة جلسات ولجان مجلس الأمة، ومجد التعاون مع أعضاء السلطة التشريعية عن طريق تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة. شكلنا لجنة تنسيقية حتى تكون واضحة مع مجلس الأمة، وسرعة اتخاذ قراراتنا راح تكون
ما تطول. ففعلا نجحنا بهذا الأمر، بهالنقطة هذه، بتشكيل هذه اللجنة التنسيقية اللي أعطت حقيقة فرصة للحكومة وللمجلس للتعاون بينهم وإنجاز أكبر مشاريعنا، وذلك كله تحقيقاً وتنفيذاً للتوجيهات السامية بضرورة إصلاح المشهد السياسي، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتاريخ 18 أكتوبر 2022، من أنه ها نحن قد وفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا في خطابنا الذي ألقيناه بتاريخ 22 يونيو 2022، حيث تم الاحتكام إلى الدستور، فتم حل مجلس الأمة حلاً دستورياً واحتراماً واحترامنا إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تغيير مصيره، فكانت هذه الإرادة الشعبية هي التي أوصلت الأعضاء إلى مجلس الأمة ليكونوا نواباً فيه دون تدخل منا وقول سموه. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد قمنا بتطهير العملية الانتخابية قبل إجرائها، مما لحق بها من شوائب ومخالفات وانحرافات ونقل أصوات شوهت جمال صورتها لتتم العملية الانتخابية في ثوبها الجديد. وخاطب سموه استكمالاً للوعد الذي قطعناها على أنفسنا أيضاً، فإن الحكومة سوف تقوم هي الأخرى بأداء دورها التاريخي الغير مسبوق داخل مجلسكم الموقر أثناء عملية اختيار رئيس المجلس واختيار أعضاء لجانها المختلفة، فلن تتدخل الحكومة في هذا الاختيار لمصلحة أحد على حساب أحد، ولن تقف مع طرف ضد طرف ليكون المجلس سيد قراراته، وهذا فعلاً ما تم تطبيقه. كل هذا التعاون وكل اللي عملته الحكومة مع المجلس، والمجلس شاهد على هذا الشيء، والأخ المستجوب عضو مع المجلس ما هو خارج عن المجلس، كل هذا نتهم بعدم إصلاح المشهد السياسي، يعني ما سوينا شيء ولا تنفذ مضامين العهد الجديد، وعمر الحكومة ما كملت حتى 5 أشهر مع المجلس. خلال 5 أشهر جت الاستجوابات. أنا صراحة يعني ماني عارف شلون، مستغرب من الأمور اللي تحصل بعض المرات، لكن ما هذا خلاص، هذه وجهة نظرنا كحكومة، والأخ المستجوب له وجهة نظره نحترمها، ما نقدر إحنا يعني، هذه الديمقراطية. فالحكم للمجلس ولأهل الكويت اللي حاضرين اليوم. الأخ الرئيس، كما حرصت الحكومة على تحقيق التوجه السامي بالنزول إلى القاعدة بهدف تلمس احتياجات المواطنين والسعي على تحقيق مطالبهم والعمل الجاد على رفع المعاناة من خلال توجيه تعليمات للأخوة الوزراء والقياديين بفتح الأبواب واستقبال المواطنين والنزول إلى الميدان لسماع احتياجات المواطنين والوقوف على تنفيذها، كما تم إطلاق منصة تواصل لتقديم المواطنين أي شكوى أو مقترح أو استفسار يخص الجهات الحكومية، وتطوير وتحديث خدمات تطبيق سهل لتشمل أكثر من 250 خدمة إلكترونية ل34 جهة حكومية. أعتقد يمكن أغلب إخواني الأعضاء وأيضاً أهل الكويت أن يدرون أني يوم من الأيام نزلت الشارع ورحت الميدان ومريت على بعض الوزارات وشفت جلست مع المواطنين وشفت آلامهم معاناتهم شلون حاسين في
ترجمت هذا كله لإخوان الوزراء. فتحوا أبوابكم، شوفوا المواطنين، وعطيتهم بعض الملاحظات. هذه كلها أنا شخصياً قمت فيها. في شأن برنامج عمل الحكومة، صدرت القرارات بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة برنامج عمل الحكومة، وإصدار قرار تشكيل فريق عمل متابعة برنامج عمل الحكومة مع كافة الجهات الحكومية، وإصدار تقارير دورية تبين الموقف التنفيذي حيال تلك المشاريع. هذه المشاريع يا أخوان، برنامج عمل الحكومة، أنا قررت أن كل 3 أشهر أقعد مع كل وزير معني عشان ألتمس وأشوف شنو عمل، لإحنا عندنا برنامج والبرنامج محدد، ولا بد أنه يوم من الأيام الأخوة الأعضاء يسألوننا كحكومة وين وصلتوا، شنو عملتوا. لابد إحنا نكون عندنا الرد الوافي والكافي لإخواني أعضاء مجلس الأمة. الحين راح أحط عرض مرئي يا أخوان عشان تشوفون بس إن هناك في مغالطات ما ذكره النائب الأخ الفاضل. الأخ الرئيس، كما تم التوجيه بترجمة مضامين الخطاب السامي بعقد ندوات من خلال ملتقى لاستعراض كل ما يعرض في مجلس الأمة أو الحكومة من مشاريع وقرارات تهم المواطنين من خلال إطلاق برنامج منبر المواطن على تلفزيون الكويت، بهدف إيجاد حلقة وصل بين المواطن والمسؤول في شأن القضايا التي تهم المواطنين، وعقد حلقة نقاشية بعنوان قانون تنظيم الإعلام مسؤولية الجميع، بحضور كوكبة من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المحلية والمهتمين والعاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة. ورغم ما تم ذكره وعرض عليكم من إجراءات حكومية اتجاه تنفيذ التوجيهات السامية ووضعها موضع التنفيذ المباشر، وصف الأخ العضو المحترم الحكومة بالتراجع عن تنفيذ مضامين خطاب العهد الجديد، وبأنها حقبة ضائعة تقودها المماطلة وغياب الشفافية وعدم الإنجاز. وهنا أترك الحكم لضمائركم ولأبناء الشعب الكويتي في تحديد حقيقة هذا الاستجواب، ومن الذي تراجع عن تنفيذ مضامين خطاب العهد الجديد.
وهناك عرض أيضا الموقف التنفيذي الحالي للبرنامج. إن أساس جوهر وحقيقة مقاييس التراجع لدى الأخ الفاضل المحترم مستمد بعدم تبني المقترحات التي تقدم بها في شأن إنشاء الجماعات السياسية التي يتعين على رئيس مجلس الوزراء التحالف مع تلك الجماعات السياسية لتشكيل الحكومة وفق تقديره، وهي اتجاهات تعبر عن رأيه الشخصي وخطه السياسي، ولم يتطرق لها الخطاب السامي ومحل تباين بين الأوساط السياسية والقانونية. ومع ذلك إن الحكومة لا تمانع مناقشة أي مقترح لتطوير النظام الانتخابي من خلال اللجنة التنسيقية ما بين الحكومة ومجلسكم الموقر. وأيضاً قوله وهو ما يتطلب منه إحسان الظن بهذه المجموعة، وإحسان الظن أحد أهم وصايا القيادة السياسية للسلطتين في خطاباتها، وهو ما يتطلب الإسراع في تبني نظام القوائم والتمثيل النسبي. ولا أعلم كيف ربط الأخ العضو المحترم بين فكرة إحسان الظن وتبني القوائم والتمثيل النسبي، وأحب أن أؤكد للأخ الفاضل المحترم بأن العمل السياسي لا يقوم على الظنون بل على أساس من التعاون والتفاهم والحوار البناء لتأسيس مقومات الاستقرار وتحقيق التطور والرفعة. وهنا يتضح لأختي وإخواني الأعضاء وللشعب الكويتي أين هي الحقيقة بين ما التزمت به الحكومة في تنفيذ مضامين الخطاب السامية وحقيقة ما ادعته صحيفة الاستجواب الذي استنكر من خلالها الأخ الفاضل لماذا الحكومة لا تتبنى خطه السياسي في تنظيم الجماعات السياسية. وهنا يتجلى الإخلاف الجوهري بين المضامين السامية والخط السياسي للأخ مهلهل من حيث الرؤى والمقاصد والطرق لإصلاح المشهد السياسي، فضلاً أما تضمنته صحيفة الاستجواب من ادعاءات واستنتاجات أصلها غير ثابت، بنيت على أسس غير سليمة تجافي الواقع والحقائق المشار إليها في مضامين الوثيقة، فانحرفت عن طريق الحق وحادت عن الصواب وضللت الرأي العام. وإذا كان ما تقدم هو الحقيقة فإن الأخ العضو المحترم لم يكتفي بذلك بل تجاوز إلى الحكم بالنوايا المسبقة واختلاق الفرضيات وخلق في الأوراق والقفز على الحقائق حينما ورد في صحيفته بأن التراجع
عن تصحيح مسار المشهد السياسي، تنشئ المساءلة السياسية المفضية إلى عدم إمكان التعاون مع الحكومة. يعني الأخ الفاضل المحترم بنى عدم التعاون من البداية، من بداية ما الحكومة أقسمت، كانت يعني النية مبيتة بعدم التعاون. فما يعني المفروض أن يسمع رد الحكومة وعقب الاستجواب ما يخلص، هني ممكن يبدي راية ويقول ما يشاء، يقول عدم تعاون عدم، بعد ما يسمع من رد الحكومة. لكن من البداية ومن أول يوم يحط فرضية عدم التعاون، هذا الأمر متروك لكم. المحور الثاني، الأخ الرئيس، وفي خصوم ما ادعاه الاستجواب من المماطلة في تحسين معيشة المواطنين والتي تم الإشارة إليها ضمن المحور الأول والثاني، فإنه لم يختلف عما شاب المحور الأول من مخالفات دستورية وتجاوزات وخلط الأوراق وادعاءات ليس لها أساس من الصحة، حين زعم الأخ مهلهل بالمماطلة في تحسين المعيشة للمواطنين، وتأخر الحكومة في رفع تلك المستويات وتراجع عن أداء مسؤولياتها في العمل على استمرار رفاه المواطنين من خلال برنامج لم يذكر فيه التحسينات المعيشية للمواطنين ورفع المعاناة عنهم. حكومة عمرها 6 أشهر، مجلس عمره 6 أشهر، وعملنا كل هالأمور الآن اللي ذكرتها لكم، ويينا الآن نماطل بمعيشة المواطنين. إذا الحكومة تماطل، أنت شاركت المجلس وياي، إحنا الحين قاعدين نعمل خلال هال5 أشهر، طلعنا القوانين، طلعنا أمور كثيرة ومحددة محدد، كل شيء محدد، في من أمور راح نعملها إن شاء الله قبل نهاية السنة حالياً تخدم الشعب الكويتي، ومحددة بالتاريخ قبل هالسنة، محدد يخص أهل الكويت بحالتهم المعيشية. هذا فلوس الشعب، شلون أنا ماطل؟ إذا كان عمري 5 أشهر مع المجلس، ما كملنا 5 أشهر وسوينا كل هالأمور هذه، والآن إحنا نماطل؟ أنت على الأقل تعال عطني على الأقل سنة قولي أنا ماطل، لكن أنت الحين 5 أشهر وفي إنجازات راح نعملها إن شاء الله للمواطنين. يعني لولا الاستجواب هذا كان الحين خلصنا أمور كثيرة. فقد شاب موضوع المماطلة في تحسين معيشة المواطنين عبارات عامة لم تحدد بأسانيد ووقائع ثابتة تؤكد بشكل قاطع مماطلة الحكومة بتحسين معيشة المواطنين، حيث وردت في الصحيفة ألفاظ عامة عن تراجع الحكومة عن مسؤوليتها في العمل على استمرار رفاه المواطنين من خلال برنامج لم يذكر فيه التحسينات المعيشية للمواطنين ورفع المعاناة عنهم وتحقيق الرخاء والرفاه، مما يتعذر معه صعوبة تحديد المسؤولية والقدرة على الرد المناسب، وهو ما يخالف صريح ما قررته المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من وجوب بيان الوقائع والموضوعات المدعمة بالأدلة المثبتة التي تدير رئيس الحكومة، كما يقطع يقيناً بأنه ليس استجواب للمساءلة بقدر إبداء ملاحظات عامة يبحث عنها الأخ الفاضل من خلال الاستيضاح عن سياسة الحكومة في هذا الشأن، فليس أداتها الاستجواب
وليس ميدانها المساءلة السياسية، مما يؤكد بأن غاية الاستجواب هو تسجيل موقف سياسي أكثر من كونه تحقيق مقاصد المساءلة السياسية وفق الأطر الدستورية. الأخ الرئيس، ورغم ذلك أؤكد للأخ العضو المحترم وللجميع بأن المواطن يأتي على هرم أولويات القيادة السياسية والحكومة التي عبرت عن اهتمامها البالغ في الاهتمام بالمواطن في أكثر من مناسبة، وهو ما التزمت به الحكومة بالعمل الجاد من أجل ترجمة التوجيهات الواردة في النطق السامي والخطاب الأميري والغاضي بمراجعة مستويات المعيشة لشرائح المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يساهم بتحسين أوضاعها المعيشية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة. وفي هذا الشأن صدرت تعليمات مجلس الوزراء لإعداد التصورات الشاملة التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري. هذا الكلام اللي قلت لكم عنه. كما أقر مجلس الأمة بالتوافق بالإجماع بين السلطتين بإقرار قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشأن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وصدور التعليمات بتحويل 3 مواقع إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستثمارها وتنميتها لصالح المتقاعدين. لا تباع ولا تؤجر في الباطن، بل تدار من قبل التأمينات وتساعد على تنمية الإيرادات المؤسسية للاستفادة منها للمتقاعدين، وذلك تأكيداً على الوفاء بالتزامات الدولة اتجاههم وتعزيز رفاهيتهم. وقانون إضافة ربات البيوت لتأمين عافية، وموافقة مجلس الوزراء بتأجيل أقساط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الوطني لمدة 6 شهور، ومنح دعم العمالة لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر والرخص ذات الطبيعة الخاصة. كل هذا خلال 5 شهور مع أخواني مجلس الأمة، ونتهم بالمماطلة إن إحنا نماطل على الشعب الكويتي. لا والله، ما حد يماطل على الشعب الكويتي. إذا كان الأخ الفاضل يعني ما أدري ما يحبني يكرهني بعد هذا كله، أنا بعد ما أدري شو أقول. وكلمة العم أحمد السعدون، كلمته الشهيرة اللي قالها، وهم مع هذا إحنا نتهم بالتقصير على أبنائنا وعيالنا أهل الكويت. هم أرد وأقول الحكم للمجلس ولأهل الكويت، ومن منطلق حرص الحكومة على متابعة الإجراءات المتخذة في ضوء مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين دولة الكويت والصين خلال زيارة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، تم تكليف الجهات الحكومية كل في اختصاصه بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بشأن التعاون ضمن مجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والبنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومشروع ميناء مبارك الكبير والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والتطوير الإسكاني، والتي من شأنها تعزيز مستويات الرخاء والرفاه وتنويع الموارد الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة
والمواطنين. فضلاً عن ما تم التوافق عليه من إدراج المقترحات الداعمة لتحسين مستويات المعيشة ضمن الخارطة التشريعية المتفق عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، يعني الحكومة والمجلس، أبرزها مناقشة مقترحات الغرض الحسن وزيادة علاوة قلاء المعيشة قبل نهاية العام الجاري، وزيادة المساعدات العامة، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية المسجلين على الباب الخامس في مطلع العام المقبل. وكلمة العام المقبل اللي أنا أقصدها شهرين، عشان لا تقولون بعد كلام مفتوح. العام المقبل يعني ممكن لنهاية سنة 24، شهرين، 1 و2. ونتهم بالتقصير، ونتهم بالمماطلة على حساب الشعب الكويتي. والله حتى نسيت وين وصلت. وأحب أن أقول لكم نقطة يا أخوان، وهي مكرمة أميرية، اللي هي الأراضي الثلاث اللي تم اختيارها للمتقاعدين وتم تسليمها إلى التأمينات الاجتماعية. إلا أنه من المستغرب بعد قيام الأخ الفاضل مهلهل بالموافقة على الاقتراحات بقوانين سالفة الذكر ضمن الخارطة التشريعية المتضمنة للمقترحات اللازمة لتحسين مستوى المعيشة، مستويات المعيشة وفق جدول زمني محدد، وما أبدته الحكومة من تعاون ومرونة عالية فيما يعزز ويحسن من رفاهية وجودة حياة المواطنين. والله ما بقى وقت عندي، لكن ومن ذلك ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات ما يخص بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات الغير حكومية، وقرار بشأن لائحة توظيف القوى العاملة الوطنية بالعقود الحكومية، والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، وإقرار البدل النقدي من الإجازات الدورية أثناء الخدمة، وقرار استمرار صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص للعلاج بالخارج أو مرافقة المريض، وصرف العلاوة الاجتماعية للمبتعثين العاملين في القطاع الخاص للدراسة أو التدريب. وكل هذا يا أخوان إن إحنا نماطل في عملية رفاهية أهل الكويت. وأيضاً بأن الحكومة لم تنسى الحاجات الاجتماعية والحياتية الأساسية للمواطن، والإشارة بوضوح لا يقبل التأويل بأن من أولويات برنامج عمل الحكومة بناء اقتصاد متطور يرتقي بجودة حياة المواطنين، فضلاً عن أولوية رأس المال البشري وتحسين الجودة المعيشية وإدراج مشروعات تستهدف معالجة القضايا السكنية والتعليمية والصحية والترفيهية موزعة على محاور برنامج عمل الحكومة. هذه الأمور كلها مسجلة في برنامج عمل الحكومة ولها مواعيد محددة. والأخ الفاضل المستجوب يقول أن هذه أنتم ما تدرون عنها ولا مهتمين فيها وإلى آخره من هالأمور هذه. ورد وأقول عمرنا 5 شهور فقط، وكل هاللي سويناه وكل اللي قلت لكم إياه هذا بالتعاون، أنا ما أقول حكومة، بالتعاون مع مجلسكم الموقر
وإن نتحد. ما بقى إلا ثلث أي بس على المحور الثالث والأخير. الأخ الرئيس، وفي خصوص المحور الثالث من الاستجواب وما تضمن من الاتهام بالتهرب من الإجابة على الأسئلة البرلمانية والتدرع بعدم دستوريتها على سند من القول بامتناع سمو رئيس مجلس الوزراء عن الإفصاح عن سياسته العامة والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء عبر عدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الموجهة له بذريعة عدم دستورية هذه الأسئلة. يا أخوان، إحنا كلنا نحتكم للدستور، وإحنا تعلمنا هذا منكم. إذا كان المستجوب الله يسلمه كل إجراءات اللي قاعد يسويها دستوريا، إحنا يتهمنا بأن نكابر أو شايفين نفسنا يعني أو ما نرد. أعوذ بالله. أخ هل يمكن الله يسلمك أنت ما تعرفني؟ ليش أنك تكرهني؟ منت عارفني يعني عدل. أهل الكويت يمكن أغلبهم، أنا ما أقول كلهم، يعرفوني أني أنا لا راعي تكبر ولا راعي أشايف نفسي ولا شو اسمه من هالأمور هذه كلها، ولا أنا راعي ربي أول شيء، ومن ثم أشوف مصلحة بلدي، ومن ثم أهل الكويت. ما عندي شيء. إذا كانت الأسئلة اللي تجيني أدزها للجهات القانونية اللي هي الفتوى تقول لي غير دستوري، وتأيد المحكمة الدستورية تأيد هذا الكلام. يا أخوان، إذا أنا طبقت هذا الشيء صرت أنا مو زين، صرت أنا المعيب، صرت أنا شايف نفسي. لكن الأخ المستجوب إذا سوى شيء لا دستوري عنده، ما نختلف يعني. إنزين كان زين أنا ما رديت عليك، كان زين مثل ما سويت بعض إخواني مجلس الأمة لما يوني وقالوا يا أحمد خلنا نهدي الأمور وخلنا قلت له بالعكس، وأنا أعرف أساميهم واحد واحد إخواني بالمجلس، بالعكس ما عندي مانع. تم الاتفاق مع العم أحمد السعدون الله يطول بعمره، ونسقنا إن نشكل لجنة محايدة. الفتوى الأمانة العامة لمجلس الوزراء و الخبرات الوطنية، هذول ثلاث جهات تدخل باللجنة تنظر في الأسئلة البرلمانية، بحيث أنها ما تطلع عن الدستور وتعطينا الرأي، وهذيك الساعة راح إن شاء الله نكون حلينا هذا الأمر. مو بس كذي، الأسئلة كلها اللي تم توجيهها لي وإني أنا ما جاوبت عليها راح أعطيها وسلمها للجنة المعنية تشوفها وتدرسها، وهذيك الساعة ما عندي أي مانع إني أرد. وفي مغالطات كبيرة حطها النائب الفاضل المستوجب في الشاشة من وزراء سابقين موجودين من زمان، أحد الشيوخنا الكبار الله يرحمهم. كلهم لما حط البرنامج وقال إن هذول جاوبوا، إنزين أنتوا تدرون هذه الكلام هذا بأي سنة؟ تدرون أي سنة؟
وقتها كان في نظام يحدد أو في محكمة دستورية تحدد الأسئلة البرلمانية؟ وقتها ماكو، ما في محكمة دستورية تحدد بعد ما صار وانشئت المحكمة الدستورية هني بدت الأسئلة بأنها تكون غير دستورية. احنا ما نختلف على هذا الحين، هذا اللي راح، بس انا مع العم احمد السعدون واتفقنا وخلصنا وعملنا كل شيء، ومن باكر من باكر من باكر على طول عقب اتفاقي وجهز من باكر، ولا الاخ الفاضل داز لي 3 أسئلة برلمانيه، واسئله هذه يعني انا اقول عنها مبطنه، يبي راسي فيها، يبي راسي فيها، واضحه من السؤال، والله لو اقرا لكم اياه والله من السؤال، يبيني باي طريقه، يبي يشوه سمعتي، يبي يطلعني قدامكم، ما ادري في اللي صاير، ما ادري. هذا هم الامر انا اتركه لكم كمجلس، واتركه للشعب الكويتي هو اللي يقرر. خلصنا. فهذه في عملية إني أماطل في موضوع الأسئلة البرلمانية. الحين خلصنا. شحنا كل خاتمة. الأخ الرئيس، أختي وأخواني الأعضاء المحترمين، في ختام الرد على الاستجواب الذي شابه العديد من المخالفات الدستورية والتعدي على قرار المحكمة الدستورية على النحو المبين سالفاً، والبعد عن الحقائق وتضليل الرأي العام، فإن عدم اختيار الأخ الفاضل المحترم الوقت المناسب لتقديمه في ظل ما توصلت إليه العلاقة الاستثنائية من التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعكس عن توجه مقصود في التعسف باستخدام أداة الاستجواب، يتعارض مع المسار الديمقراطي ويخالف المضامين والتوجيهات السامية للنطق السامي الذي تفضل سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه بإلقائه خلال افتتاح الفصل التشريعي الحالي، حين وجه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومة لإزالة كافة أسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود وضرورة إعطاء الحكومة مهلة كافية للإنجاز، ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد سبيلاً لتعزيز التعاون والتفاهم بين السلطتين، وهو ما خالفه صراحة النائب المحترم، ولم يراعي هذا التوجيه السامي بتقديم استجواباً مخالفاً للشروط والضوابط الدستورية وللحقائق، وذلك في مستهل أعمال الحكومة في مرحلة دقيقة وظروف استثنائية تتطلب الاستقرار والتآزر وتوحيد الكلمة والصف والبدء في مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل رفعة الوطن، مسترشدين في ذلك بالتوجيه السامي لكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه بتاريخ 24 أبريل 2022، من أنه وإنكم تدركون أن للإصلاح خطوات ومسارات، وأنه لا يحدث بين ليلة وضحاها، وسيظل في حاجة إلى جهد جهيد وصبر جميل وتكاتف وتلاحم من شعب وفي أصيل، فالكويت بكم وبجهودكم ستظل واحة أمن وأمان
ومنبعا خير وسلام تتطلع دائما إلى مزيد من النهضة والتقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.